في العباس ابو فاضل. نعم. قبل 3 سنين يعني بالبدايه مالتك طالع 3 سنين اندعمت بحادث سياره، الدكاتره عزوا على رجلي، قال هاي رجلك انشلل بعد ما تمشي. حادث يعني؟ اي حادث. نعم. رجلي قفلت ما تمشي، قال ما تمشي ابد، على العكازات ظلت نايم. بس نخيت ابو فضل عباس وشهيد كربلاء، نخيتهم كلهم ونخيتهم البنين. قلت السنه هاي قرب ل40 وانا نايم بالفراش، يعني قلت لازم اروح لزياره ل40. والله العظيم كلب الطيف وجاني الحسين عليه السلام. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. والله العظيم هاي رؤيا صح. وهسه شوف هسه ما شاء الله يعني خير من الله. وقلت لحد ما اموت انا اظل مميت للزياره ل40. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. انا واولاد وابو يعني كاكو واحد بالشارع اسولف له على زياره 40 وشنو احداث الطف اللي صارت يعني. هاي قبل كم سنه صارت؟ هاي صار 7 سنين. تمشي عليها كل شيء انه كل هسه كل شيء لا عمليه لا اي شيء يعني رحت للدكاتره كل شيء ما بيك يعني معجزه والله العظيم يعني هسه انا يعني ما اريد اطلع من كربلاء اريد هنا اظل بكربلاء. شنو اخر يوم شنو اللي تحس الشعور اللي يصيبك اخر يوم بعد ما يعني يمرني بحزن والله العظيم اضوج على الزوار اقول هاي الشارع راح يفرق. نشوف اللهفه وعيونك مدمعه من تحكي هذا الكلام تحسه طالع انه من اعماق قلبك. يقول لك جيت من مكان بعيد وحيل ما بي ولو ما ميت من الشوك شاف جابني رجلي. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. هنيئا لكم والله العظيم هنيئا لكم هذه الخدمه الحسينيه. يوفقكم ابو عبد الله. والله يعني نحسب لها يوم يوم الزياره ل40.